سوف يؤتى له للملك عبد الله عشرة دولة بده يكون تحت تصرف هذا راح نحن وصلنا في زمن أهل الإسلام تم بأين جبابيرته ملاعين أنسوا ونطردوا جاء جبابيرة جعلوا ألف حيل من شان ينسى الناس خلافة والملكية للإسلام نسوا والآن وقعوا كل عالم الإسلام ما لهم مجال ولا مفر أصبحوا حيران سبحان الله هذا العبد عبد جلالة الملك إذا يقبل عمر واصل قريب من الله أعلم جاءني خطاب أنه عندما هذول من قوم جبابرة في أرض الشام جاءني خبر أنه ماذا يفعل ملك عبد الله جلالته شام مفتوح ولا أحد لما يعبر حاله من ممن هو يخاف هذا الخطاب لجلالته هو كان متردد لكن تأييد جاي لجلالته أن يقوم ويعلم أنه هو خليفة وهو آخر الملوك اللي بده يرفع علم الإسلام جاءني حمل خبرية بعدين خطابي للملك أن لا يتردد لأنه هو يمثل أهل البيت دراسة حقيقية من سعادة الرسول صلى الله عليه وسلم امشي ولا تخف أعلم حالك أنه أنا الوارث لنبي آخر الزمان وأنا الذي بدي أجمع كلمة الإسلام سوف أرد جبابرة من كل منطقة من عشرة دولات سبحان الله العلي العظيم كان هذا الخبر الله أكبر هو يعلم لابد أن يعلم أنه أنا الوارث لخلافة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا الذي بدي أرفع
alem Rasul aleyhissalatu vesselam. Sevfe yekun andu telafe liva. Li celaletu. Liva Seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Liva Mehdi aleyhisselam. Liva li celaletu. Telafe. Yerfa ve emşi. Enellezi evvel bayatuhu. Min huna bayatuhu u'lim hazel emr li alemil islam cemiyan ennehu huvel varis ve huve biddü yirfa alemil islam ve huve biddü yekun galiben muzafferan ve kanisi yecma kullul duvelat tahta yedu aşara thumme Mehdi aleyhisselam yedva yeti min cihetu min kadem Şam ve Melik-i Şam huva Celaletul Melik Abdullah Hellak Selafe Elviye yerfa ve yemşi ve yu'lim ennehu enel varis hakiki li ceddi a'la seyyidil evvelin vel ahirin umessiluhu uridul bey'a min kullin nas min kullin muslimin ve enellezi evvel ekum ve ubayi'uhu ennehu huve sahib hada zaman melik Abdullah. Felyakbel. Bey'at. En ekul evvel. Yuvaya. Li celaletu. Hazel fakir. Ve amuru. Kullul. Ve malik. Ali Müslümin en yubayi'unahu Melik Celaletül Melik Abdullah ve yüeyyiduhu hazel fakir evvel bayatuhu felyakbel beyati felyakbel beyati felyakbel beyati Allahu Baal Mehdi Aleyhisselam yerfa felafe elviye liva Nebi Aleyhisselam liva Mehdi Aleyhisselam liva lev salif liva elviye ve yemşi hadal abdun fakir Men yesma minni en yubayunahu lillah ve fillah yani men yekun men lem yekun andu bey'a leyse min el islam bayatuhu alemen li celaletu lillah ve fillah ve helli mevcut minel evliya bayauhu kezalik felyemşi thumme amuru kulle men yasma min hadel fakir en yukaddim bey'atuhu min etrafu dünya kullu yasma en yekun lehum şeref في الدنيا في الآخرة فليعيش خليفة الإسلام الآن أعلن أنه هو لا غير حق له اللي يبايعونه يسعد وإلا يشقى هذا الخطاب
اللي أنت أرسلته كن منتظر ويرفع قلبي من بلدي من سائر البلدان علنا أني أقول أعلن حالي أنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم يمثل أهل البيت يمثل مات عليه السلام حتى يظهر. فليمشي بإذن الله بأمر الله بقوة الله يا جلالته فاقبل معذرتي يا جلالته ملك عبد الله أردن أنت الذي أنسب واحد لخلافة الإسلامية اللي رفعوا جبابرة وطردوا من مركزه بده يرجع بيده. هو الآن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يمثل أهل البيت حتى ظهور المهدي عليه ثلاث ألوية بده يمشي أمامه. الحمد لله قد بلغته وأنا فقير أول بايعته لجلالته أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيد المهدي ومع المهدي عليه السلام يدخل الشام بغداد لبنان مصر ليبيا اليمن جزيرة العرب جميعا أتراك أكراد هرسي كلهم. هذا أمر أنت حضرت اليوم وقد وقع لي هذا الخطاب أمر أن أخاطب جلالته لا يخاف يمشي ولا تخاف لأنه جلالة مؤيد. الله يرفع أعلامه وكل قبائل العرب خلي يبايعونه ويؤيدونه. هل يؤيدونه يكون من أهل الجنة بلا حساب يا جلالة. فاقبل أول بيعتي بايعته وهل يسمع من هذا الفقير فليبايعوه إن شاء الله يقوم إسلام قياما وقوة مؤيد من طرف السماء. أمين. حملنا وصدقنا. الله لا أسكم عندي سمو الأمير عباس كونوا معه كل القبائل اللي يخالفه يهلك يهلك أو يهلك خراب. اللي يبايعونه يرفع قدره في الدنيا في الآخرة. يا الله أقدم بيعتي أول بيعة لصاحب الرسالة لإمام المسلمين وخليفته هو بس ما في غيره. هذا الذي أمرته قد بلغته يا جلالة فاقبل اكتب اسمي أول أو آخر بايعتكم إن شاء الله يوم الحشر والقرار يكون شرف أن يبايع لجلالته تأييدا للإسلام
cunudu semavati ve yedûnehu la yakha Fatiha. Ukabbil yedü şerife marizeyhi melik celaletil melik Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.